اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من ملعب الاهلي. السلام عليكم ابنائي الابطال، عائلتي وانا مثل الملايين داخل وخارج مصر، ندعو لكم في صلواتنا بالتوفيق والفوز غدا الاحد 28 يوليو ان شاء الله. ولان الذكرى تنفع المؤمنين فاني اذكركم بما يلي: ضروره ان تعزلوا انفسكم تماما عما يجري من تحفيل على السوشيال ميديا. البطوله الحقيقيه ستكون غدا بتوفيق الله والفوز المبين على الزمالك. ضروري تعرفوا أن المنافس هينزل الملعب بكرة وليس لديه إلا حافز أوحد، وهو كيف يهزم النادي الأهلي ويعكنن عليك الفوز بالدوري. نمرة 4، اعرف أن الحافز لديكم للفوز أكبر، وهذا يتطلب منا احترام الخصم أولا، التركيز الشديد ثانيا، بذل الجهد والسعي الذي لا يعرف الكلل ولا الملل، الاتزان الانفعالي، عدم الاستجابة لاستفزازات الخصم إذا وجدت. تذكروا دايما تفوقكم الفني والمهاري أفرادا وجماعة. أنا حبيت أن أنا أبدأ بالمسج دي. المسج دي جات لي من واحد من كبار الأهلوية الحقيقة اللي متواجدين في بره مصر، في السعودية تحديدا، وهو بيمثل تقريبا 80% من اللي بيشجعوا النادي الأهلي، أو 90% من اللي بيشجعوا النادي الأهلي في السعودية. المسج دي أنا حبيت أبدأ بيها عشان يعرف لعيبة النادي الأهلي، أو يعرف كل لعيبة النادي الأهلي، قد إيه إن مباراة بكرة هي مباراة هامة جدا. حسمنا الدوري، كسبنا الدوري، انتهى الاحتفال بالدوري، كل الناس دلوقتي بتفكر في شيء واحد فقط، هو كيف يفوز النادي الأهلي، أو لعيبة النادي الأهلي تحديدا بتفكر في شيء واحد: كيف نفوز على نادي الزمالك. اللي أنا شفته اليومين ثلاثة اللي فاتوا حاجة مشرفة جدا، وحاجة أنا شخصيا فخور بيها جدا جدا جدا. أفراح والناس كلها مبسوطة لغاية وقت معين، لما الوقت ده جه اتمنعت الزيارات واتمنعت الأفراح وكل حاجة اتمنعت، والكل بينظر إلى مباراة نادي الزمالك غدا. هو ده اللي احنا بنفكر فيه. المسج اللي انا قريتها لكم دي من الحاج عبد الوهاب، الراجل ده قد ايه بيحب النادي الاهلي، والناس دي كلها اللي حواليه بيحبوا النادي الاهلي ونفسهم بكره ان هم يكسبوا نادي الزمالك، او هو المكسب طبعا الاهم، ولكن في النهايه اللي مطلوب منك كلاعب خلال مباراه بكره تعمل حاجتين. اولا، الحاجه الاولانيه ان انت تموت نفسك جوه الملعب زي اللي شفناه كده في مباراه المقاولين. خدوا بالكم، احنا كسبنا المقاولين 3، أو يمكن والله ما فاكر النتيجة، بس كسبنا المقاولين 4-0 أو 3-0. ولكن كل اللي أنا بقوله لحضراتكم ده، أو كل الكلام اللي أنا بتكلم فيه مع حضراتكم ده، أهم حاجة فيه بالنسبة لي إن إحنا كنا في ماتش المقاولين قاعدين مطمنين ومستريحين. قاعدين مطمنين ومستريحين كفنيين وكجمهور وككل الناس. الناس كانت قاعدة شايفة لا، الأهلي واقف على رجله، الأهلي بيلعب بطريقة جيدة، الأهلي هيجيب جون في أي وقت. بنضيع أجوان كالعادة يعني، لكن بتضيع، لكن بنروح للجون، وهو ده المهم وهو ده الاهم بالنسبه للناس، ان احنا نوصل للجون ونجيب اهداف بعد كده. وليد ازارو هيجيب اجوان، جاب جون وهيجيب اجوان خلال الفتره القادمه، هي كره القدم كده بالمناسبه. فاكرين فلافيو قعد قد ايه ما بيجيبش جوان؟ قعد سنه تقريبا ما بيجيبش جوان، ولكن اقتناع المدير الفني ووقفه الجمهور في ذلك الوقت ورا فلافيو خليته يبقى افضل هداف افريقي تاريخي في النادي الاهلي باحرازه 17 هدف، لغايه لما وليد ازارو جه وعدى ال 17 هدف. وبالتالي الرساله دي هي رساله تحفيزيه لحضراتكم، قد ايه الناس كلها او الملايين الاهلاويه مستنيين ماتش بكره، ومستنيين قد ايه هتعملوا المجهود اللي انتوا قادرين عليه بكره. الناس دي كلها مستنيه تشوف المجهود اللي انتوا هتعملوه بكره ان شاء الله، لان المجهود ده هو اللي هيخلي للناس، حتى لو لا قدر الله حصل اي حاجه، ان احنا كل الناس تسقف لكم. من فضلكم مباراه مهمه، مباراه صعبه مع الغريم التقليدي نادي الزمالك اللي بيؤدي مباريات جيده خلال الفترات الاخيره، وكان منافس للدوري للنادي الاهلي لغايه اللحظات الاخيره. وبالتالي كل الناس مستنيه ماتش بكره، كل الاهلاويه مستنيين ماتش بكره.